تنبيه هام قبل أن أبدأ، هذه الحلقة تنتقد العديد من المبادئ والمفاهيم الإسلامية وتهاجم كتب التراث والعديد من التفاسير والفتاوى، لذلك أرجو لكل من لا يريد أن يتعرض لأي نوع من التنافر واهتزاز عقيدته ألا يتفرج على هذا الفيديو. هذا الفيديو أطول من المعتاد، لذلك أرجو من المشاهدين الأعزاء أن يشاهدوه على مراحل متفاوتة أو يتفرغوا لمشاهدته. على أي حال، لنبدأ الفيديو. الصيام بالنسبة للمسلمين هو طقس روحاني جليل يمتنع فيه المسلم عن الشهوات والملذات. المسلم الصائم يضحي براحته وهنائه من أجل اكتساب رضا خالقه وتجنب عذابه، وهذا الصيام معظمه يتم في شهر رمضان. رمضان هو شهر التقوى والخشوع والتقرب إلى الله. رمضان هو شهر العطاء والتطوع والمغفرة والعمل الصالح. رمضان هو شهر التعبد والاعتكاف وتلاوة القرآن. إنه شهر يوحد مئات الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات والطبقات. إنه شهر يمتنع فيه المسلم عن الطعام والشراب والجماع والشتم والصخب وهكذا. إنه شهر يبكي فيه المسلم عندما يرى كوباً بارداً من الماء يصب أمامه على شاشة التلفزيون ولم يتبقى أمامه سوى 9 ساعات فقط حتى المغرب. ولكن من أين جاء صيام المسلمين كما نعرفه؟ هل صيام المسلمين اليوم يطابق الصيام الذي جاء في القرآن؟ هل الصيام كما نعرفه أمر من عند الله؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. قبل أن نبدأ، ينبغي علينا أن ندرس معنى مفهوم الصيام وكيفية أدائه ومن أين جئنا به. الصيام له عدة معاني في المعجم، جميع هذه المعاني تدور حول أمر واحد: حرمان النفس من نعم وملذات الحياة مثل الطعام والشراب والجماع والكلام وهكذا، من أجل تحقيق عدة فوائد نفسية وبدنية وروحية وسلوكية واجتماعية وحتى أخروية. ولكن المعنى الذي سأركز عليه في هذا الفيديو هو صيام المسلمين بالتحديد. صيام المسلمين هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشتم والصخب وهكذا من الفجر حتى المغرب لمدة 30 يوما في السنة في شهر أطلق عليه اسم رمضان. ولكن من أين جاء هذا الصيام؟ كيف توصل المسلمون إلى معنى الصيام وشروطه وتوقيته؟ هذه التفاصيل المفروض أنها جاءت من القرآن والسنة والتواتر، وهذه المصادر الثلاثة المفروض أنها تشكل مفهوم الصيام كما تداوله المسلمون على مدى العصور. ولكن أهم هذه المصادر القرآن، هناك 10 آيات في القرآن تتحدث عن الصيام بشكل عام، وأربعة منها فقط تتحدث عن الصيام في شهر رمضان بالتحديد. لو كانت تفاسير التراث لهذه الآيات صحيحة، إذن يجب على هذه التفاسير أن تجيب على أبسط الأسئلة التي قد تطرح. لنبدأ بآيات فرض الصيام في سورة البقرة من آية 183 إلى 187. التعليق الأول: من هم الذين آمنوا؟ الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من هي الفئة المخاطبة في هذه الآيات؟ المفروض أن الذين آمنوا هم كل من آمنوا بالله وبرسوله بغض النظر عن نوع جنسهم، أي أن الصيام فرض على جميع المؤمنين ذكورا وإناثا. ولكن في آية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم نجد أن هذا كلام فارغ، فالخطاب في هذه الآية موجه إلى الذين آمنوا. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهل المقصود بالذين آمنوا الذكور فقط دون الإناث، أم أن الآية تبيح للنساء مباشرة نسائهن ليلة الصيام؟ ليس من المعقول أن نفترض أن الخطاب في القرآن يتغير بهذا الشكل المفاجئ دون أي مؤشر أو تبرير، لأنه حينها يمكننا تغيير أي خطاب في القرآن حسب أهوائنا ورغباتنا ولن نحتاج إلى أي تبريرات أو مؤشرات. قد نتجاوز عن هذه المشكلة لو كان مصدر القرآن بشري، ولكن إن كان المصدر مقدسا ويشهد له مئات الملايين بالفصاحة والبلاغة، فيجب أن يكون واضحا لا غموض فيه ومتينا
لا عيوب فيه، وإلا فهذه ليست بلاغة ولا فصاحة، وتظهر القرآن أنه نص بشري غير مقدس. هناك احتمال من ثلاثة: إما أن الذين آمنوا هم الذكور فقط والإناث لم يفرض عليهن الصيام، أو أن الذين آمنوا هم كلا الجنسين ولفظ النساء لا علاقة له بنوع الجنس، أو أن هذه الآيات وتفاسيرها خطأ. ومثل هذه المعضلة تكررت في العديد من الآيات المتعلقة بالنساء والطلاق والوضوء وشرب الخمر وهكذا. وقد حللت هذا الموضوع بتفصيل أكبر في فيديو الألفاظ المذكرة والمؤنثة، وأيضا في فيديو النكاح والطلاق. التعليق الثاني: مشكلة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، أي أن الغرض والهدف من فرض الصيام بالنسبة للمسلم حسب هذه الآية هو نيل التقوى. ولكن ما هي التقوى؟ كيف يحصل الإنسان عليها وكيف يقيسها؟ كثيرا ما نستخدم هذا المصطلح، ولكن لا أعتقد أن معظمنا تعمق في فهمه أو حاول أن يصل إلى تعريف دقيق له. التقوى في المعجم هي الخشية والخوف. من يتق الله يخشاه ويخافه ويمتثل بأوامره ويجتنب نواهيه. والتقوى أيضا قد تعني الاجتناب والابتعاد عن أمر ما. من يتق النار يحذرها ويجتنب دخولها. المشكلة في وجود أكثر من تعريف واحد لنفس المصطلح هي أننا لا يمكننا أن نتأكد بدون شك أي تعريف هو الصحيح. في بعض الأحيان تعريف المعجم لا يصلح لهذا المصطلح، مما يجعل المفسرون يختلقون معنى جديد له. ولذلك سنجد أن هناك الكثير من الاختلافات بين المعنى اللغوي في المعجم والمعنى الفقهي في التفسير. ولكن في أحيان أخرى نجد أن أكثر من تعريف واحد لنفس المصطلح قد يصلح في نفس الوقت، مما يحير القارئ ولا يمده بتعريف محدد أو هادف يمكن قياسه أو تطبيقه. لنستبدل مصطلح التقوى بالتعريف الموجود في المعجم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تخشون وتخافون. ولكن هذا التعريف لا يصلح في هذه الحالة، لأن التعريف اللغوي لمصطلح التقوى يحتاج إلى مفعول به. دعوني أشرح لكم. لغويا فعل تتقون ينبغي أن يرتبط بمفعول به، وإلا فلن يكون له أي معنى. هناك بعض الأفعال التي تتطلب وجود مفعول به، وإلا فلن يكون لها أي معنى. مثلا فعل قطع يجب أن يكون مرتبطا بمفعول به يوضح ما الذي تم قطعه. لا يمكننا أن نقول عاد الولد إلى البيت ثم قطع. قطع ماذا بالضبط؟ التفاحة؟ البطيخة؟ المحاورة؟ الدرج؟ وفعل ضرب نفس الأمر، وكذلك فعل فتح وقال وغيرها من الأفعال التي لا يمكن أن تفهم المقصود منها بدون وجود مفعول به. فعل تتقون هو من ضمن هذه الأفعال. عندما تقول هذا المسلم اتقى، يجب أن توضح ماذا اتقى بالضبط. هل اتقى الله؟ هل اتقى النار؟ هل اتقى البرد أو الشر أو ربما حماته؟ لا يمكن أن نقول علي اتقى دون إضافة مفعول به يوضح ما الذي اتقاه علي. نفس هذا التساؤل ينطبق على فعل تتقون في هذه الآية: لعلكم تتقون ماذا بالضبط؟ لعلكم تتقون الله؟ لعلكم تتقون النار؟ بما أن مصطلح التقوى في المعجم يحتاج إلى مفعول به، فهو لا يصلح لهذه الآية بما أنه لا يوجد فيها مفعول به. وهذا جعل المفسرون يحتارون ويقدمون عدة تفاسير مختلفة لمصطلح التقوى. مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول تفسير للطبري يقول أن لعلكم تتقون في هذه الحالة تعني لعلكم تطيعون، ولكن هذا تفسير فاشل، لأن مصطلح الطاعة موجود في العديد من الآيات في القرآن. فلماذا يستخدم الله مصطلح تتقون وهو يقصد تطيعون؟ إضافة لذلك تطيعون يحتاج بدوره إلى مفعول به. تطيعون ماذا؟ تطيعون من؟ تفسير آخر للطبري يقول أن لعلكم تتقون تعني لعلكم تطيعون الله وتقلعون عن ضلالتكم، ولكن هذا التفسير أيضا لا يصلح، لأن أبو جعفر هو من أضاف المفعول به. المفعول به لم يكن موجودا في الآية، وإنما المفسر هو من افترض وجوده. وفي آية أخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نفس الحروف ونفس التشكيل ونفس المصطلح ونفس التعبير، ربما يجعلك تظن أنه يحمل نفس المعنى،
ولكن هذا ليس هو الواقع. فتفسير الطبر يقول أن لعلكم تتقون هنا تعني لعلكم تنتهون عن القتل مرة أخرى. هذا التفسير يفترض وجود المفعول به. وفي آية أخرى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتقون هنا تعني أفلا تحذرون ربكم وتخافون عقابه. وحتى في آية الصيام لعلكم تتقون تعني لعلكم تتركون أكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء. رغم أن تعبير أفلا تتقون طبق الأصل بين كل هذه الآيات إلا أن معناه يختلف بين آية وأخرى. وبعد كل هذا نعود مرة أخرى لنفس السؤال ما معنى التقوى؟ ما هي هذه التقوى التي يصوم المسلم من أجل الحصول عليها؟ تفسير الطبري يقول كتب عليكم الصيام لعلكم تمتنعون عن الطعام والشراب والجماع. هل أنت تصوم من أجل الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أم أنك تصوم تنفيذا لأمر الله؟ هل لعلكم تتقون تعني لعلكم تمتنعون عن الطعام والشراب أم أنها تعني لعلكم تخشون الله وتخافونه أم تعني لعلكم تجتنبون النار أم أن جميع هذه المعاني تصلح؟ بالمناسبة نسيت أن أذكر لكم أمرا هاما. كل ما قلته عن التقوى مبني على افتراض بسيط أن معنى لعلكم هو كي، أي كتب عليكم الصيام كي تتقوا، أي كتب عليكم الصيام بغرض وبهدف الحصول على التقوى. وبالفعل نجد أن هذا المعنى هو السائد والغالب في معظم تفاسير الآيات التي تذكر كلمة لعل. ولكن هناك معنى آخر لكلمة لعل. لعل في المعجم هي كلمة شك تفيد الطمع والرجاء والتوقع في الأمر المحبوب والإشفاق في الأمر المكروه. كلمة لعل في المعجم قد تعني كي أو من أجل كما افترضت أنا. مثلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تفسير الطبر يقول أن معنى لعلكم هنا هو كي أو من أجل، أي أن الله عفى عنهم كي يشكروه. وستجدون أن معظم الآيات التي تذكر كلمة لعل على نفس هذا النمط أن لعل تعني كي، ولكن كلمة لعل في المعجم أيضا قد تعني ربما أو عسى. وهذا هو التفسير الأصح والأصلح لغويا في المعجم، لأن لكي لم ترد كتعريف لكلمة لعل ولا مرة واحدة في المعجم، وإنما وردت في تفاسير القرآن، أي أن معنى لعلكم المستخدم في القرآن لم يأتي من المعجم وإنما جاء من التفاسير، أي أن الفقهاء اختلقوا معنى جديد لكلمة لعل عندما وجدوا أن تفسير المعجم لا يصلح. ولكن سأفترض أن كلام المفسرين صحيح وأن كلمة لعل تعني كي أو ربما حسب السياق. المفروض أن سياق الآيات يحل هذه المشكلة ويوضح لنا أي المعنيين هو المقصود. مثلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، رغم أن تفسير الطبري لا يوضح معنى لعل إلا أننا يمكن أن نجزم أنها تعني عسى وليس لكي. لعل هنا لا يمكن أن تكون لكي لأننا نتحدث عن أمر غير مؤكد وغير معروف. وأيضا لا يمكن أن تكون الآية لا تدري لكي يحدث الله بعد ذلك أمرا. ومثال آخر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعلكم هنا أيضا لا يمكن أن تعني لكي وإنما غالبا تعني ربما، لأن الثبات وذكر الله كثيرا لا يضمنان النصر كما يدعي كتاب التراث في تفسير هذه الآية. في بعض الآيات السياق فعلا يوضح المعنى المقصود لكلمة لعل، ولكن في العديد من الآيات الأخرى السياق لا يوضح معنى لعل على الإطلاق، مما يجعل كلا المعنيين يصلحان في نفس الوقت. آية الصيام هي نموذج مثالي لتوضيح هذه المشكلة. هل معنى لعلكم في آية الصيام لكي كما يزعم الفقهاء أم عسى كما ورد في المعجم؟ ولماذا لم يتم استخدام كي أو عسى بدلا من لعل؟ فكلا المصطلحين موجودين في القرآن، لماذا تم استخدام لفظ يحمل أكثر من معنى واحد مع أن كل معانيه استخدمت في القرآن؟ لماذا لم يتم استخدام عسى بدلا من لعل؟ ولماذا لم يتم استخدام كي بدلا من لعل؟ هذا كان سيوضح المعنى أكثر ولن يؤدي بنا لمثل هذه الحيرة. لعلهم عاجزوا عن توضيح معنى لعلكم. كلمة لعل رغم بساطتها تؤثر بشكل كبير على تفسير وسياق الآيات، وأيضا تؤثر على معنى وهدف الصيام كما فهمه المسلمون. لو كان معنى لعلكم هو لكي، إذن الصيام فرض على الذين آمنوا كي يتقوا،
كتب عليكم الصيام بغرض وبهدف نيل التقوى. ولكن إن كان معناها عسى أو ربما، فهذا يعني أن الصيام فرض على الذين آمنوا بدون أي سبب محدد، كأن الله يقول كتب عليكم الصيام فربما تتقون وربما لا تتقون. أي هذين التفسيرين هو الأصح؟ وكيف لنا أن نتأكد أيهما الأصح؟ إن كان التفسير الأول صحيح، فالغرض من الصيام هو نيل التقوى، وفي هذه الحالة علينا أن نسأل أنفسنا، هل الصيام فعلا يمنح صاحبه التقوى؟ هل كل من يصوم يصبح تقيا؟ هل الامتناع عن الطعام والشراب والجماع هو مصدر التقوى؟ أم أن هناك ما هو أكبر من ذلك بكثير؟ الصيام في حد ذاته ليس هو ما يكسب الإنسان التقوى، وإنما طاعة الله في أي أمر مهما كان هي التي تكسب صاحبها التقوى، أو الاعتقاد أنك تطيع الله في أي أمر مهما كان. فالمسيحي يشعر أنه تقي بعدما ينتهي من صلاته لمخلصه المسيح، واليهودي يشعر بالتقوى عندما يصوم عن العمل كل سبت، والأحمدي يشعر بالتقوى عندما يطيع رسوله الذي جاء بعد محمد. حسب التراث جميع هذه الفئات تعتبر كافرة وزنديقة وبعيدة عن الصراط، ولكن هذا لا يمنع شعورهم بالتقوى. ولذلك ليس من الغريب أبدا أن يشعر المسلم بالتقوى عندما يصوم طاعة لأمر الله. فالإنسان الذي يقتل في سبيل الله أو يعتقد أنه يقتل في سبيل الله بالتأكيد يشعر أنه تقي. التقوى هي شعور شخصي ونفسي لا يمكن قياسه أو حتى التأكد من وجوده، بينما يمكن بكل سهولة تزييفه وادعاؤه. ليس لمجرد أن الإنسان يشعر أنه تقي يعني أنه تقيا بالفعل، لأن كل من تعتقد أنه كافر يحسب نفسه تقيا بشكل أو بآخر. ما الذي يجعلك تظن أن تقواك سليمة وتقواه معيبة؟ ولكن إن كان التفسير الثاني هو الصحيح، هذا يعني أن الصيام فرض على المسلمين دون أي سبب محدد، أي أن الله كتب على المسلمين الصيام لمجرد الصيام وتوقع منهم الطاعة. وفي هذه الحالة علينا أن نسأل أنفسنا، هل يتوقع منا الله الطاعة العمياء دون التساؤل والدراسة والفهم والاستجواب؟ هل من واجب المسلم التسليم بأي أمر دون أي تردد؟ تعمقت أكثر في هذا الموضوع في فيديو هذه حكمة الله، وسألت فيه سؤالا مهما، لو أمرك الله أن تقطع أذنك اليمنى، هل من حقك أن تسأل لماذا أو أن ترفض؟ لن أدخل في التفاصيل لأن الفيديو طويل بما فيه الكفاية، فقد مضى كل هذا الوقت وأنا أشرح كلمتين فقط لعلكم تتقون، وفي النهاية لم نخرج بأي شيء على الإطلاق سوى المزيد من الحيرة. وهذه الحيرة ليست موجودة فقط في هذه الآيات، وإنما في كل آية ورد فيها ذكر كلمة لعل والتقوى ومشتقاتها. أنا أعلم أنني أبالغ قليلا في هذه التحليلات، ولكن هناك سبب مهم جدا لقيامي بذلك. المقصود بالتقوى طبعا هو تقوى الله، أي التمثل بأوامره وطاعته واجتناب نواهيه والخوف من غضبه وعذابه. ولكن المشكلة في هذا التعريف أنه لا زال واسعا ومطاطا، لا يمكن تحديده بشكل موضوعي، ولا يمكن قياسه، ولا يمكن إثباته، ولا يمكن نفيه. مصطلح التقوى رغم أن تعريفه الفقهي شبه موحد، إلا أن مفهومه يختلف من إنسان لآخر، ومن حزب لآخر، ومن دين لآخر، ومن ثقافة لأخرى. فما تظنه أنت تقوى قد يظنه غيرك إضاعة للوقت، وما يظنه غيرك كفر وزندقة ووثنية قد تعتبره أنت تقوى. ولذلك أنا أبالغ في نقدي وتحليلي لهذه المصطلحات، لأن أبسط الاختلافات في هذه المصطلحات الأساسية في حياة أي إنسان قد تؤدي إلى العديد من الصراعات والنزاعات وربما الحروب. وكتب التفاسير والتراث لا تساعدنا أبدا في هذا الشأن، بل تزيد من حيرتنا وتعقد الأمور أكثر من اللازم، فيصبح من المستحيل لأي إنسان باحث أن يقرأ ويفهم هذه التفاسير أو يجد لها تفسيرا موحدا لم يختلف عليه الفقهاء، وكأنها كتبت بغرض إرباك القارئ وإشعاره بالغباء. وإن استطاع أحد أن يصبر ويصمد أمام متاهات التفاسير التي نحتوها، فسيجد أنها مليئة بالعيوب والتناقضات والمشاكل التي لا تنتهي. التعليق الثالث، لماذا أياما معدودات؟
اختلف المفسرون في معنى أيام المعدودات، وبصراحة أنا لم أعد أفاجأ عندما أرى مثل هذه الاختلافات، فهذا عهدهم دائما كي يحيروا القراء ويخرجوا أنفسهم من المآزق التي أوقعوا أنفسهم فيها. ويا للعجب، هناك تفسيرين محتملين لمعنى أيام المعدودات. التفسير الأول أن الصيام الذي فرض على المسلمين في البداية كان 3 أيام فقط، وكان تطوعا وليس فرضا، أي أن أيام المعدودات تعني 3 أيام في الشهر، ثم نزلت بعدها آية شهر رمضان لتنسخ وتبطل هذه الآية. ولكن هذا التفسير يعني أن آية فرض الصيام نسخت وتعطلت عن العمل. لو كان هذا التفسير صحيح، فكل من لا يؤمن بالناسخ والمنسوخ عليه صيام هذه الأيام 3 في الشهر بالإضافة لصيام شهر رمضان، وإلا فما فهمك لهذه الآية؟ هل أخطأ الفقهاء يا ترى؟ أما بالنسبة لمن يؤمن بالناسخ والمنسوخ ويصدق كل ما يقوله المفسرون، فلا تقلق، هذه الآية لا تعنيك في شيء بما أنها تعطلت ونسخت، وإلا فما هو فهمك لهذه الآية؟ هل أخطأ الفقهاء يا ترى؟ إضافة لذلك، كيف يكون الصيام مكتوبا أو مفروضا وهو صيام تطوع؟ أما التفسير الثاني فهو يقول أن المقصود بالأيام المعدودات هو أيام شهر رمضان. أولا، المشكلة في هذا التفسير أنهم حولوا 3 أيام هذه إلى 30 يوما، وهذا خطأ لغوي رهيب لأنه يخالف المعجم وأيضا العديد من التفاسير الأخرى. لفظ معدودات في المعجم هو جمع معدود، والأيام المعدودات هي أيام التشريق 3، أي أن تفسيرهم هذا مرة أخرى يناقض المعجم. وإن كان التفسير يناقض المعجم، إذن من أين جاءوا بهذه التفسير من الأساس إن لم يكونوا يعتمدون على المعجم؟ ما الداعي لوجود المعجم إن كان بإمكاننا أن نختلق معاني جديدة كما فعل الفقهاء؟ على أي حال، حتى الآن لدينا تفسيرين محتملين للأيام المعدودات، أحدهما يقول أن الأيام المعدودات هي 3 أيام، والآخر يقول أنها أيام شهر رمضان. ماذا عن معنى الأيام المعدودات في آيات أخرى؟ واذكروا الله في أيام معدودات، هذه الآية تتحدث عن أيام الحج. التفسير تقول أن الأيام المعدودات هنا تعني 3 أيام التشريق، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. تفسير الطبري يقول أن بني إسرائيل هنا يدعون أن الله سيحرقهم في النار لمدة 40 يوما فقط تحلة أيمانهم لعبادتهم العجل، يوما في النار عن كل يوم عبدوا العجل فيه. بينما تفسير ابن كثير يقول أن بني إسرائيل يزعمون أنهم سيحترقون 7 أيام فقط وليس 40. وقعنا في نفس مشكلة التقوى، لا يوجد معنى أو تفسير موحد لأي من هذه المصطلحات رغم أنها طبق الأصل من بعضها البعض. حتى الآن الأيام المعدودات تتراوح بين 3 أيام إلى 40 يوما، مما يعني أن التناقض ليس فقط بين التفاسير والمعجم، ولكن أيضا بين التفاسير وبعضها البعض. لماذا لم يتم تحديد الرقم المقصود أو على الأقل المدة المحددة، سواء كان هذا التحديد للصيام أو لغيره؟ لماذا لم يقل الله 3 أيام أو 30 يوما بدلا من أن يقول أياما معدودات؟ بالمناسبة، أنا لا مانع عندي في كون هذه الأيام المعدودات غير محددة، لأنها حينئذ تكون أشمل وأعم وتعطي كل إنسان حرية الاختيار. كل إنسان يصوم حسب قدراته وقراراته وظروفه، ولكن عدم تحديد الأيام المعدودات يخلق حيرة شديدة ويؤدي إلى استحالة التأكد من أي تفسير محتمل. هل هذه الأيام المعدودات 3 أم 5 أم 7 أم 30 أم 40 يوما؟ من الواضح أنهم اضطروا أن يخلقوا تفاسير ومعاني جديدة عندما وجدوا أن المعجم يخلق تناقضات بين آيات القرآن وبعضها البعض، لأن المعجم إما أنه يعطي معنى موحد لمصطلح ما لا يصلح لجميع الآيات مما يجعلهم يؤلفون معاني جديدة لهذا المصطلح، أو أنه يعطي العديد من المعاني المختلفة لنفس المصطلح مما يؤدي إلى وجود أكثر من معنى واحد محتمل لنفس المصطلح. وقبل أن ننتقل إلى التعليق الرابع، بغض النظر عن معنى الأيام المعدودات سواء كانت 3 أيام أو 30 يوما، ماذا عن بقية أيام السنة؟ رمضان 30 يوما في السنة فقط، ماذا عن بقية أيام السنة؟ المفروض أن رمضان هو شهر التقوى والعبادة والخشوع والتقرب إلى الله، المفروض أن رمضان هو شهر التطوع والعمل الصالح والالتزام وكبت الرغبات والكف عن السب والشتم والإهانات. وبعدما ينتهي رمضان تعود ريما
إلى عادتها القديمة، ويعود الناس إلى الشتم والسب والإهانة وانعدام التقوى والضمير والالتزام. إن كان الغرض من الصيام هو الحصول على التقوى مهما كان معناها، فلماذا لا نسعى إلى اكتسابها إلا 30 يوما في السنة؟ ماذا عن بقية أيام السنة؟ هل السعي لنيل التقوى ورضا الله متوقع من المسلم أياما معدودات في السنة فقط أم كل حياته دون استثناء ودون انقطاع؟ إضافة لذلك، لو كان الصيام مهما كل هذه الدرجة عند الله، فالمسلمون لا يصومون بما يكفي على الإطلاق. فهناك حديث صحيح يقول إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا حديث صحيح متفق عليه يقول أن أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم، فلماذا لا يصوم معظم المسلمين بهذه الطريقة بدلا من 30 يوما في السنة فقط، أو حتى بدلا من صيام الاثنين والخميس كما فعل محمد؟ وإن كان هذا الصيام هو أحب الصيام إلى الله، فلماذا لم يصم محمد هذا الصيام؟ التعليق الرابع، على من تجب الفدية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بصراحة تفسير هذا الجزء من الآية من أغرب التفاسير التي اطلعت عليها في كتب التراث، وحقا أتمنى أن أرى رد فعل كل من لم يطلع على هذا التفسير من قبل. الآية تقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لغويا نستطيع أن نستنتج أن الذين يطيقون الصيام عليهم أن يقدموا فدية لمسكين. مرة أخرى اختلف المفسرون حول معنى هذا الجزء من الآية واقترحوا تفسيرين متناقضين. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة، وهذا التفسير يقول أن المسلمين الأوائل كانوا يصومون 3 أيام في الشهر وكان لديهم حرية الاختيار بين الفدية أو الصيام، أي أن كل من لم يرد أن يصم كان بإمكانه أن يطعم فقيرا ولا صوم عليه. ولكن بعدها نزلت آية رمضان فنسخت هذه الآية مما جعل الصيام فرضا وليس اختيارا. وأما الفدية فهي لا تجب إلا على من لا يستطيع الصيام لأي سبب، سواء كان للحمل أو الحيض أو المرض أو السفر أو كبر السن وهكذا. بينما ذهب البعض الآخر إلى أن هذه الآية غير منسوخة، وهذا التفسير يقول أن الذين يطيقون الصيام هم كل من يجدون مشقة في الصيام مثل الحامل والحائض والعجوز والمريض والمسافر. حسب التراث هؤلاء يصعب عليهم الصيام، ولذلك يجب عليهم أن يدفعوا فدية عن كل يوم يفطرون فيه، أي أن الذين يطيقون الصيام هم كل من لا يطيقون الصيام. وهذا التفسير في منتهى الغرابة، لأنه يضيف لا إلى الآية بشكل غير مباشر. الآية تقول أن الفدية واجبة على الذين يطيقون الصيام، بينما المفسرون يقولون أن الفدية واجبة على الذين لا يطيقون الصيام. فعل أطاق في المعجم يعني التحمل والقدرة بمشقة. الرجل الذي يطيق العمل هو الرجل الذي يتحمله ويقدر عليه بمشقة. فهل الذين يطيقون الصيام يقدرون عليه أم لا؟ المفروض أنهم يقدرون عليه ولكن بمشقة، أي أنهم يستطيعون الصيام ويقدرون عليه مثل غيرهم. ولكن التفاسير تقول أن المقصود بالذين يطيقون الصيام هم كل من لا يتحملون ولا يقدرون على الصيام، أي أنهم خالفوا المعجم وأيضا أضافوا لا للآية. ما الذي سيحدث إن أعدنا الآية لحالتها الأصلية؟ حينها سيعود الصيام كما كان تطوعا واختيارا بشرط دفع الفدية، أي أنه سيصبح من حقك أن تطعم فقيرا بدلا من أن تصوم. يا ترى ما هي تبعات مثل هذا التغيير في فهم الصيام؟ هناك مئات الملايين من المسلمين الذين يصومون في رمضان، وملايين آخرين يصومون تطوعا في غير رمضان. ما الذي سيحدث يا ترى إن أطعم كل واحد منهم محتاجا عن كل يوم لا يصومه؟ ما الذي سيحدث يا ترى إن خصص المسلمون شهرا كاملا في السنة من أجل إطعام وإنقاذ ومساعدة الآخرين؟ هل هذا أفضل أم الامتناع عن الطعام والشراب والجماع؟ إن كنت ستخرج من هذا الفيديو بأمر واحد فقط، فاحذف هذه اللا التي أضافها المفسرون وأعد الآية إلى ما كانت عليه قبل أن يغيروها. إن كنت ترغب في عدم الصيام فأطعم جائعا أو ساعد مسكينا عن كل يوم تفطر فيه. المشكلة أن هذا التفسير يميز الغني عن الفقير، فالفقير لن يكون معه ما يكفيه ليفدي إن أراد أن يفطر.
بينما الغني هو فقط من لديه حرية الاختيار، إن شاء أفدى وإن شاء صام. ومن هنا ننتقل إلى التعليق الخامس: الصيام خير من الفدية. التفاسير تقول أن معنى وأن تصوموا خير لكم هو أن الصيام خير من دفع الفدية. ما رأيك يا عزيزي المستمع فيما تقوله التفاسير؟ هل الصيام فعلا خير من دفع الفدية؟ طبعا المسلم قد يصوم ويطعم جائعا أو أكثر في نفس الوقت وينال على ذلك ثوابا مضاعفا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ولكن ليس هذا ما أعنيه. لو كان دفع الفدية لازال اختيارا متاحا، هل كنت ستختار الصيام أم دفع الفدية؟ هل كنت ستختار الامتناع عن الطعام والشراب والجماع؟ أم أنك كنت ستختار إطعام وسقاية محتاج؟ لو الصيام خير من دفع الفدية، هذا يعني أن ثواب الصيام أكبر من ثواب إطعام مسكين، أليس كذلك؟ أي أن حرمان نفسك من الشهوات والملذات ثوابه أكبر من منح غيرك بعضا من هذه الملذات والشهوات، أي أن خدمة النفس خير من خدمة الغير، على الأقل عند المفسرين. هل أنت موافق على هذا الكلام يا عزيز المستمع؟ هل من المعقول أن الصلاة والحج والصيام خير عند الله من خدمة ونفع الآخرين؟ أليست هذه أنانية وتحريض على حب النفس؟ أنا أعلم أن معظم من يصومون لا يأخذون هذا الكلام في الاعتبار، وإنما فقط يصومون طاعة لأمر الله كما فعل آباؤهم وأجدادهم. ولكن لو اعتقد كل مسلم أن الصيام أو ممارسة الشعائر الدينية خير عند الله من مساعدة الآخرين، هذا سيحرض على الأنانية وحب النفس بدلا من التضحية في سبيل الآخرين. لحسن الحظ هذا ليس هو الواقع، فالمسلمون فعلا يتصدقون ويتطوعون ويخدمون غيرهم في رمضان أكثر من أي شهر في السنة، ولكن هذا لا زال تطوعا وليس فرضا مثل الصيام. من لم يتطوع أو يتصدق في شهر رمضان فلا إثم عليه ولا وزر عليه ولن يلومه أي إنسان، بينما الذي لا يصوم في شهر رمضان دون عذر فإنه يشكك في إسلامه ويعتبر زنديقا يجب على المسلمين قتاله حتى وإن كان يساعد المحتاجين والفقراء. وهذا لا ينطبق على الصيام فحسب، وإنما على جميع الشعائر التي فرضت على المسلمين. فالمسلم عندما يمتنع عن الصلاة أو الحج أو الصيام فإنه يلام ويعاتب ويكفر بل ويقاتل. ولكن لو امتنع هذا المسلم عن إطعام ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين فلا لوم عليه ولا إثم عليه ولا يشكك أحد في إسلامه ولا يكفر ولا يقاتل. بصراحة الزكاة تعتبر استثناء في هذه الحالة، لأن تاركها أيضا يكفر ويقاتل، والزكاة ليست مجرد شعيرة مثل غيرها، فالغرض من الزكاة هو خدمة الغير بينما باقي الشعائر لا تخدم إلا صاحبها. ولكن المشكلة أن الزكاة في معظم الأحيان لا تذهب مباشرة إلى مستحقيها، وإنما تصب في جيوب الشيوخ وأصحاب الجمعيات الخيرية. أنا لا أقول أن كلهم فاسدين، ولكن العديد منهم كذلك. المهم، هل كون الصيام خير لنا يعني أن الإنسان يستفيد شخصيا من الصيام؟ هل تعود على الإنسان أي فائدة مادية أو معنوية عندما يصوم؟ هناك حديث قدسي يقول الله فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله. ما معنى هذا الكلام؟ بغض النظر عن معنى الحديث، ما معنى كون الصيام لله؟ هل الصيام فقط لله وكل ما عداه ليس لله؟ أليست الصلاة أيضا لله؟ أليس الحج لله؟ أليست تلاوة القرآن لله؟ أليست حياة الإنسان كلها لله؟ مثل هذه الأحاديث يمكنك أن تضع لها مئات التفاسير المختلفة، لأنها مكتوبة بطريقة غامضة ومبهمة وغير محددة تجعلها مرنة جدا لا يمكن نفيها أو تأكيدها. وبالفعل نجد أن هذا الحديث مثل غيره من الأحاديث والآيات لا يوجد تفسير موحد له، وإنما كل شيخ يدلي بدلوه ويقترح تفسير مختلف، وكل تفسير له عبرة مختلفة يمكن استخراجها. مثلا هناك عدة احتمالات لما يمكن أن يعنيه هذا الجزء من الحديث. الاحتمال الأول: أن الإنسان لا حظ له ولا منفع من الصيام في الدنيا، أي أن الصيام في حد ذاته لا ينفع الإنسان بأي شكل من الأشكال في الدنيا، لأن المسلم ينال ثواب الصيام يوم القيامة. وهذا التفسير لا يصلح بأي حال من الأحوال، لأن المسلمين بما فيهم رجال الدين لا يكفون عن تذكير الناس بفوائد الصيام التي لا تعد ولا تحصى. فالصيام يريح الجسم ويطهره
ويساعد على خسارة الوزن ويزيد التقوى ويكبح الشهوات ويقي صاحبه من النار وغيرها من الفوائد البدنية والروحانية والنفسية والأخروية. وبعد ذلك كله نجد من يقول أن الصيام لله وليس لابن آدم. الصيام بحد ذاته لم يختلف إطلاقا عن الصلاة أو غيرها من الشعائر في هذه الحالة. فالحج مثلا ليس للإنسان، لأن الإنسان لا يحج لنفسه وإنما يحج لله. الإنسان لا فائدة تعود عليه من الحج عدا عن أنه ينال ثواب هذا الحج في الآخرة. ولو زعم البعض أن الحج يمحو الذنوب ويزيد من تقوى القلوب في الدنيا، ألا ينطبق ذلك على الصيام أيضا؟ والصلاة أيضا نفس الأمر، ليست للإنسان، لأن الإنسان لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لله. الإنسان لا فائدة تعود عليه من الصلاة عدا أنه ينال ثواب هذه الصلاة في الآخرة. ولو زعم البعض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتقوي العلاقة بين الإنسان وربه، ألا ينطبق ذلك على الصيام أيضا؟ الإنسان يقي نفسه من النار بممارسته لأي من الشعائر بما فيها الصيام، فكيف اختلف الصيام عن غيره من الشعائر؟ كيف يكون الصيام لله وليس للإنسان، والإنسان وحده هو من يستفيد من هذا الصيام؟ فالله بالتأكيد لا يستفيد من صيامك ولا من صيام غيرك، وإنما أنت وحدك المستفيد، لأن صيامك على الأقل يجنبك دخول جهنم. ولذلك هذا التفسير فاشل، لأنه يجعل الحديث متناقضا وركيكا وغير صحيح. لنطلع على تفسير آخر، الاحتمال الثاني، أن ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله، أي أن الله فقط هو من يعلم قدر الثواب الذي سيحصل عليه كل إنسان، والله لم يطلع أي مخلوق على هذا العلم ولا حتى الملائكة. وأيضا أن جميع الأعمال يضاعف ثوابها من 10 أضعاف إلى 700 ضعف، عدا الصيام لا يعلم أضعافه سوى الله. وهناك حديث صححه الألباني يؤكد هذا الكلام، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا التفسير أيضا لا يصلح بأي حال من الأحوال، لأن الإنسان لا يعلم قدر الحسنات التي سيحصل عليها في العديد من الأعمال والشعائر، وليس فقط الصيام. الإنسان مثلا لا يعلم قدر الحسنات التي سيحصل عليها عن كل صلاة صلاها أو عن كل ركعة ركعها. نعم، هو يعلم أن كل صلاة ثوابها قد يتضاعف 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ولكن ما الفائدة من معرفة مقدار هذا التضاعف إن لم نكن نعلم مقدار الثواب بحد ذاته؟ إن لم نكن نعلم كم الحسنات التي يحصل عليها الإنسان في كل ركعة أو في كل صلاة، فمعرفة مضاعفات هذه الحسنات لا يفيد على الإطلاق. فكيف اختلف الصيام عن الصلاة في هذه الحالة؟ الإنسان لا يعلم كم الحسنات التي سيحصل عليها عن كل يوم صامه، فكم حسنات الصيام قد يكون أضعاف كم حسنات الصلاة أو نسبة ضئيلة منها. لا توجد فائدة على الإطلاق من معرفة الأضعاف إن لم نكن نعلم الرقم بحد ذاته أو حتى نطاق لما يعتبر رقم نموذجي. هذا الجزء من الحديث لا يزيد من علم الإنسان ولا يضيف له أي معلومة أو حكمة جديدة. ولكن لنفترض للحظة أنني مخطئة وأن هذا التفسير المحتمل هو الصحيح، فما الغرض من وراء هذا الحديث في هذه الحالة، وما الدرس الذي نخرج به منه؟ هل الدرس هو أن الصيام أهم عند الله من أي عمل آخر أو أي شعيرة أخرى؟ بما أن الله اختص نفسه بجزاء الصيام، هل هذا يعني أنه أهم عند الله من أي عمل آخر على وجه الأرض وفي تاريخ الإنسانية؟ هل نستطيع أن نؤكد هذا الزعم أو حتى أن ننفيه، أم أنه سيضاف إلى قائمة المزاعم التي لا تفيدنا بأي حال من الأحوال، والنقاش فيها لا يأتي بأي نتيجة وإنما هو مجرد إضاعة للوقت؟ إضافة لذلك، لو اختص الله نفسه بجزاء الصيام، فمن الذي يجزي عن بقية الأعمال والشعائر عدا الصيام؟ هل الملائكة هي من تجزي عن هذه الأعمال والشعائر؟ لو الإجابة لا، فما الداعي لقول الله وأنا أجزي به؟ هل نحتاج لنصف ساعة أخرى كي نناقش هذه المقولة؟ لو وقعنا في هذه الحفرة فلن نخرج منها أبداً. لننتقل إلى الاحتمال الثالث، أن الصيام عبادة تخص الله وحده، أي أن الله هو الإله الوحيد الذي يتقرب إليه الناس بالصيام، بينما المشركون لا يصومون لأي من معبوداتهم أو أصنامهم. وهذا طبعاً كلام فارغ، لأن أتباع الديانات الأخرى يصومون بأشكال أخرى لآلهتهم. فالهندوس مثلا يصومون من أجل آلهتهم وأيضا من أجل نيل الفوائد الروحية والبدنية.
وهذا المثال وحده يكفي لإبطال هذا الاحتمال. حتى الإنسان الذي يصوم لنفسه دون أي وازع ديني فهو حسب التراث يعبد هواه ويصوم لغير الله. إن كان المقصود صيام المسلمين وليس أي صيام آخر، فكان من واجب مؤلف الحديث أن يوضح ذلك. ولو كان المقصود أن هذا الوضع كان قبل فرض الصيام، إذن الحديث تعطل وانتهت صلاحيته. هناك عدة احتمالات أخرى لما يمكن أن يعني هذا الحديث، أو على الأقل هذا الجزء من الحديث. هذا الحديث ورد في صحيح البخاري ويفترض أنه من عند الله، ومع ذلك لا أحد يعرف معناه الحقيقي، وكل تفسير محتمل له مليء بالتناقضات والعيوب. مثل هذه الأحاديث لا تفيد في أي شيء على الإطلاق سوى إضاعة الوقت، فنحن نضيع وقتنا عندما ندافع عنها، وأيضا عندما نحاول إبطالها كما أفعل أنا الآن، ولا تعود علينا أي فائدة منها عدا أوهام ترسخ تبعيتنا العمياء. لماذا يحتاج هذا الحديث إلى شرح من الأساس؟ أليست السنة شارحة للقرآن؟ هل نحتاج إلى شرح شارح لشرح القرآن؟ هذا الحديث مجرد نموذج بسيط جدا للفوضى والحيرة الشديدة التي وقع فيها رجال الدين وهم يحاولون شرح القرآن والأحاديث. يجب ألا ننسى أن رجال الدين يقرون أن السنة النبوية الصحيحة هي جزء من الوحي، أي أنها كلام الله، ورغم ذلك يصعب عليهم الوصول إلى معاني موحدة لأي من الأحاديث الصحيحة. لم نستفد أي شيء على الإطلاق من اللجوء لهذا الحديث عدا أنه أكد لنا أن الصيام خير من الفدية. أنا أرى أن هذا غير صحيح على الإطلاق، فخدمة الغير بالنسبة لي أهم وأكثر نفعا من خدمة النفس. أنا لا أقول لأي إنسان ألا يصوم، ولكن لماذا لا تضرب عصفورين بحجر واحد؟ لماذا لا تصوم وتدفع الفدية في نفس الوقت؟ هذا الاختيار لن يجعل أي إنسان يتخلى عن مبادئه، وفي نفس الوقت سيفيد غيره. التعليق السادس، هل الصيام يسر؟ الآية تقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل هذا حكم عام أم حكم خاص؟ هل هذا الحكم خاص بالصيام فقط أم أنه ينطبق على كل شيء؟ وهل هذا الجزء من الآية خاص بالمريض والمسافر فقط أم أنه يعمم على كل من يجد أي نوع من العسر والمشقة في الصيام؟ التفاسير تقول بكل ثقة أن اليسر هو الإفطار عند السفر أو المرض، وأن العسر هو الصيام عند السفر أو المرض، لأن المرض والسفر يرهقان الإنسان ويجعلان صومه عسرا وشاقا، ولذلك أباح الله له الإفطار عند المرض أو السفر. ولكن المرض والسفر لا يعجزان الإنسان عن الصيام بالضرورة ولا يجعلان صيامه أصعب بالضرورة، خاصة في أيامنا هذه. فهناك من يسافر في سيارة أو طائرة مكيفة لمدة ساعتين أو 3 ساعات فقط، ومع ذلك يفطر رغم أن صيامه غير شاق وغير عسير، على عكس السابقين الذين كانوا يسافرون لعدة أيام أو أسابيع أو ربما شهور تحت أشعة الشمس الحارقة دون تكييف. وهناك من يمسه مرض بسيط لا يعجزه عن الصيام فيتحجج بالمرض كي لا يصوم رغم مقدرته على الصيام، والدليل على ذلك آية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو لاحظتم المريض في هذه الآية لديه اختيار بين الصدقة والصيام والنسك، أي أن المريض بإمكانه أن يصوم، بينما آيات الصيام في سورة البقرة تقر أن المريض ينبغي عليه أن يصوم عدة من أيام أخر. على أي حال، هل هناك أي فئة غير هاتين الفئتين لا صيام عليها؟ اضطر المفسرون إلى إضافة عدة فئات إلى هذه القائمة عندما اتضح لهم أن المرض والسفر ليسا شاملين بما فيه الكفاية، فقد أضافوا كبار السن والحوامل والمرضعات والنفساء وغيرهم من الفئات التي تجد مشقة وتعب في الصيام. القاعدة المشتركة بين معظم الفتاوى هي أن أي إنسان يجد ضرر أو مشقة لا تحتمل في الصيام فمن حقه أن يفطر بشرط قضاء ما أفطر لاحقا. مثلا إن كان الصيام يؤثر على تركيزك وكفاءتك في العمل فمن حقك أن تفطر، ولكن حاول جاهدا قبلها أن تعمل بالليل بدلا من النهار، أو أن تأخذ أجازة طوال شهر رمضان، أو أن تجد وظيفة أخرى. ومثال آخر، إن كان الصيام يؤثر على تركيزك أو قدرتك على حل الامتحان فمن حقك أن تفطر. هذا طبعا ليس مبررا للإفطار، ولكن إن ظننت في نفسك عدم القدرة أو عدم التحمل فمن حقك أن تفطر. ومثال ثالث،
إن فاتك السحور أنت لا تعتبر مريضا ولا مسافرا، ولكن يحق لك أن تفطر إذا شعرت بأنك لن تتحمل الصيام. معظم هذه الفتاوى تبدأ بتجريم وتحريم الإفطار في نهار رمضان إلا على الفئات المذكورة، ثم بعدها تعطي ترخيص لكل من يجد مشقة أو معاناة لا تحتمل في الصيام. وكون هذه المشقة تحتمل أو لا تحتمل تعتمد على الفرد نفسه وليس على الفقهاء، فالفرد هو الذي يحدد إن كان باستطاعته تحمل الصيام أم لا، وهذا يبطل تفاسير التراث لهذا الجزء من الآية. فالتفاسير تقول أن اليسر هو الإفطار عند المرض أو السفر فقط دون إضافة أي فئات أخرى، مما يعني أن أي إنسان غير مسافر أو غير مريض ليس من حقه أن يفطر مهما كان تبريره إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. بينما بعض الفتاوى أعطت رخصة الإفطار لكل من يرى في نفسه عدم القدرة على تحمل الصيام وليس فقط المريض أو المسافر. فإن كان من حق أي إنسان الإفطار عند عدم التحمل، فهذا يعني أن تفسير التراث خطأ لأنه لا يذكر سوى المرض والسفر. ولكن إن كان المقصود أن الله يريد بالناس اليسر في كل الأوقات وليس فقط أثناء المرض أو السفر، فلا زالت هناك مشكلة في هذا التفسير، لأن الصيام بحد ذاته ليس يسرا على الإطلاق وإنما يعتبر عسرا. فالإنسان الصائم دون أدنى شك يعاني ويمر بالعسر عندما يجوع ويعطش طوال اليوم. طبعا المريض قد يعاني أكثر من غير المريض، ولكن هذا لا ينفي أن غير المريض لا زال يعاني من صيامه، هذا عدا أن بعض الصائمين يعانون أكثر من غيرهم حتى إن لم يكونوا مرضى أو مسافرين. مثلا لو كنت تعيش في بلاد حارة، أليس هذا أكثر عسرا مقارنة بمن يعيش في بلاد معتدلة الطقس؟ إن كنت ذاهبا إلى العمل في فرن أو منجم أو مصنع، أليس صيامك هذا أكثر عسرا مقارنة بمن يعملون في أماكن مكيفة أو حتى يبقون في بيوتهم؟ إن نسيت أن تشرب كوبا من الماء قبل الفجر، أليس ذلك أكثر عسرا مقارنة بمن شرب لترا من الماء؟ إذا وجدت أن الجوع والعطش يجعلانك متوترا أو غاضبا أو فاقدا لتركيزك أو غير مرتاح، ألا يعتبر ذلك ضررا وعسرا، خاصة إن أثر ذلك على سلوكك مع الناس وعلى كفاءتك في العمل؟ فلماذا أعطى الله رخصة الإفطار للمسافر والمريض رغم أن الصائم غير المسافر أو غير المريض يعاني مثلهما وربما أكثر؟ هل الله فعلا يريد بعباده اليسر؟ هناك مبدأ يناقض هذه الفكرة، هذا المبدأ مترسخ ومزروع في عقول معظم أتباع الديانات. هذا المبدأ بالنسبة للكثيرين منا يعتبر بديهي ومنطقي ولا عيب فيه، هذا المبدأ سائد ومبثوث في جميع النصوص الدينية والقصص البطولية والروايات التاريخية، وهذا المبدأ هو أن المعاناة تقرب صاحبها إلى الله وتدخله الجنة. فالمرور بالمصاعب والعسر والشقاء هو علامة التقوى والخشوع والصبر، وكل من لا يمر بهذه المعاناة فهو غالبا لن يستحق الجنة. وهناك العديد من الآيات والأحاديث والروايات والتفاسير التي تدعم وتؤسس هذا المبدأ، ليس فقط في الدين الإسلامي وإنما أيضا في معظم الديانات. فمنذ أن ظهرت الأديان وانبثق منها الكهنة على جميع أشكالهم، والإنسان مجبر على التضحية بنفسه وبكل ما يملك من أجل إرضاء ربه، فمنهم من يحرم نفسه من العديد من الملذات والشهوات والممتلكات والمأكولات والمشروبات كي يرضى عنه ربه، ومنهم من يقدم كل ما يملك من مال ووقت ومجهود دون راحة كي يرضى عنه ربه، ومنهم من يصبر على الألم والتعذيب والإهانة كي يرضى عنه ربه. يا ترى كيف للإنسان أن يعرف متى يرضى عنه ربه؟ لماذا لا تسأل الكهنة؟ فهم وحدهم من يعرفون الطريق إلى رضا الرب أيا كان هذا الرب. فحرمان النفس من الملذات والغرائز مثل الطعام والشراب يعتبر عسرا على أي إنسان، والتضحية بالوقت والمجهود والمال تعتبر عسرا على أي إنسان، وكذلك الصبر على الألم والتعذيب والإهانة بالتأكيد يعتبر عسرا على أي إنسان. فما هي المشكلة في كون السفر أو المرض عسرا على الإنسان الصائم؟ ألا يعتبر المرور بالعسر والمشقة من أجل طاعة الله عمل بطولي ونبيل يقرب صاحبه إلى الله ويدخله الجنة؟ فلماذا يقول الله أنه يريد بالناس اليسر والعسر
فيه ثوابا أكبر. لماذا لا يتوقع الله من المريض أن يصوم والصوم فيه ثواب أكبر من الإفطار؟ لماذا لا يتوقع الله من المرضى أو المسافرين أن يعانوا بعض الشيء كي ينالوا ثوابا أكبر؟ لماذا يقول الله لعباده أنه يريد لهم اليسر بينما العسر هو مفتاح الجنة؟ الطريق الأيسر هو الطريق الأقل ثوابا، فالمريض الذي لا يصوم لا يكسب إثما، ولكنه أيضا لا ينال أي ثواب إلا بعدما يصوم عدة من أيام أخر، أي أنه يجب عليه أن يعوض العسر الذي تجنبه بعسر غيره، يجب أن يمر بالعسر كي ينال بعض الثواب، يجب أن يعاني كي يدخل الجنة. أي إنسان يستطيع أن يجبر نفسه على الصيام حتى وإن كان مريضا أو مسافرا أو مرهقا، فالمرور بالمعاناة والمشقة في سبيل الله من علامات المسلم التقي الخاشع لربه، أليس كذلك؟ إن كنت معترضا على ما أقول، فما هو تعريفك أنت لمبدأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ التعليق السابع، هل السياق مهم؟ أحد أشهر الحجج التي يستخدمها التراثيون هي حجة السياق، فعندما ينتقد أي إنسان آية أو حديث فإنهم يتهمونه بعدم مراعاة السياق. السياق هو أخذ أسباب النزول وتسلسل الآيات في الاعتبار قبل فهم واستيعاب الآية أو الحديث. مثلا في التعليق السابق لم يكن بإمكان استنتاج أن الله يريد بنا اليسر في جميع الحالات، وإنما يريد بنا اليسر عندما يتعلق الأمر بالصيام فقط، هذا لأن السياق متعلق بالصيام وبشهر رمضان، وأيضا لأن الله لا يريد بنا اليسر إلا عندما نمرض أو نسافر. ولكن ماذا عن تفسير هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد تحدثت عن هذه الآية وتفسيرها في فيديو القضاء والقدر، ولذلك لن أتطرق إليها في هذا الفيديو، ولكن هناك تعليق آخر وددت أن أشاركه معكم. الآيات الثلاث التي سبقت هذه الآية متعلقة بالصيام وبشهر رمضان، والآية التي تليها أيضا متعلقة بالصيام وبشهر رمضان. قبل أن نطلع على تفسيرها، يا ترى هل المقصود أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في شهر رمضان فقط أو أثناء الصيام فقط، أم أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في أي وقت بدون أي استثناء؟ السياق يوحي أن هذه الآية مرتبطة بالصيام وبشهر رمضان، أليس كذلك؟ وإلا فلماذا يا ترى تم وضع هذه الآية في هذا المكان بالتحديد في قلب آيات الصيام وشهر رمضان، وهي لا علاقة لها لا بالصيام ولا بشهر رمضان من الأساس؟ تفسير الطبري يقول أن هذه الآية عامة على جميع الحالات وليست خاصة لا بالصيام ولا بشهر رمضان، أي أن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه في كل الأوقات، وهذا كلام فارغ كما أثبتت في فيديو القضاء والقدر. ولكن لماذا يا ترى لم يأخذ الطبري سياق الآيات بعين الاعتبار؟ هل السياق يستخدم فقط عندما يريد مفسرون؟ أما تفسير ابن كثير فهو يؤكد نفس الفكرة، أن الدعاء يستجاب في كل الأوقات وليس فقط في شهر رمضان، ولكنه في نهاية تفسيره ذكر أن هذه الآية متخللة بين أحكام الصيام، ولذلك فيجب أن تكون الحكمة منها متعلقة بالصيام. ثم جاء بذكر حديث للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. ابن كثير قرر أن يعطي بعض الأهمية للسياق على عكس الطبري، ولكن ابن كثير أضاف هذا التفسير إلى العديد من التفاسير وأسباب النزول، مما جعل تفسير هذه الآية مبهم وغير محدد. فنحن لازلنا لا نعرف إن كان المقصود من الآية أن الله يجيب دعوة الداعي أثناء الصيام فقط أم في جميع الأوقات. ابن كثير أخذ السياق بعين الاعتبار، ولكنه أعطانا أكثر من تفسير واحد لنفس الآية، بينما الطبري أعطانا تفسيرا واحدا ولكنه أهمل السياق. الطبري أدرك أنه لا يمكن لهذه الآية أن تكون خاصة بالصيام فقط، لأن الآية إن كانت خاصة بالصيام فقط فهذا يعني أن الله قريب من الصائم فقط، ولذلك ضحى الطبري بالسياق من أجل التفسير الأشمل والأفضل. وهنا أسأل نفس السؤال، هل السياق يستخدم فقط عندما يريد مفسرون؟ التعليق الثامن، الله غير بعض أحكامه من أجل بعض الصحابة. السحور هو جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية كما نعرفها، خاصة أثناء شهر رمضان، فتجد مئات الملايين من المسلمين يستيقظون قبل الفجر بساعة أو اثنتين أو ربما بضع دقائق كي يأكلوا ويشربوا ويجامعوا نساءهم قبل أذان الفجر. هل تعلم
أن هذا الطقس كان محرما عندما كتب الله الصيام على المسلمين. الآية تقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إلى آخر الآية. حسب التفسير، الأكل والشرب ومجامعة النساء ليلة الصيام كانت محرمة بعد النوم، أي أن المسلم إن نام بعد المغرب ثم استيقظ قبل الفجر فليس من حقه أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته حتى مغرب اليوم التالي، أي أن من أراد أن يتسحر أو يجامع زوجته وجب عليه أن يبقى مستيقظا طوال الليل. أما من نام بعد المغرب ولو حتى لبضع دقائق دون أن يأكل أو يشرب فلم يكن من حقه أن يأكل أو يشرب حتى مغرب اليوم التالي. وحسب التفاسير، بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب اختانوا أنفسهم وجامعوا نسائهم ليلة الصيام، وبذلك خالفوا أمر الله. هذا جعل عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة يشتكون إلى النبي، فنزلت هذه الآية كي تبيح للمسلمين الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام، أي أن الله غير حكما أنزله وفصله في القرآن من أجل عيون الصحابة الذين اختانوا أنفسهم. من المؤكد أن بعض الصحابة فقط هم من اختانوا أنفسهم وباشروا نسائهم ليلة الصيام، أليس كذلك؟ أم أن معظمهم أو حتى جميعهم اختانوا أنفسهم وباشروا نسائهم ليلة الصيام رغم حرمة ذلك؟ لو جميعهم باشروا نسائهم رغم أمر الله، هذا يعني أن الأمر الذي فرضه الله غير واقعي وكان من المستحيل تطبيقه، ولذلك فشل الصحابة. ولكن لو بعض الصحابة فقط هم من اختانوا أنفسهم وليس معظمهم أو جميعهم، فلماذا تاب الله عليهم وغير الحكم من أجلهم؟ ألم يكن الأمر ضمن حدود الله التي لا يحق لأي إنسان أن يقربها؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. من المؤكد أن الصحابة الذين اختانوا أنفسهم لم يقربوا حدود الله، وإنما تعدوها وخالفوها مخالفة صريحة. فمجامعة النساء في ليلة الصيام كانت من المحرمات، ولكنهم جامعهن على أي حال، ولكن الله تاب عليهم وعفى عنهم ثم غير الحكم كي لا يكون شاقا على هؤلاء المساكين. الله غير الحكم كي لا يكون شاقا على الصحابة. الموضوع موضوع مبدأ، الله يغير الأحكام والفرائض ليس فقط من أجل محمد وإنما من أجل الصحابة أيضا، فقد غير عدد الركعات من أجل محمد كما ذكرت في فيديو الإسراء والمعراج، وقد غير حكما آخر متعلقا بالقتال ذكرته في فيديو القضاء والقدر. هذا يعني أن الحكم والأمر الذي ينصه الله قابل للتغيير إن كان شاقا على بعض الصحابة في زمن محمد. ولكن ماذا عن الصحابي الذي قاوم شهواته ورغباته وامتنع عن مباشرة زوجته ليلة الصيام طاعة لأمر الله؟ لماذا تغافلت الآية عن ذكره أو حتى ضرب المثل بشدة إيمانه وصبره وقوة تحمله؟ الذي اجتهد ونفذ أمر الله تم تجاهله، بينما الذي عصى أمر الله تاب الله عليه وعفى عنه وغير حكم الصيام من أجله. تغيير الحكم يعني أن معظم الصحابة فشلوا في تطبيقه وخالفوا أمر الله. في هذه الحالة لماذا فرضه الله عليهم من الأساس وهو يعلم مسبقا أنهم سيفشلون؟ وسؤال آخر، هل الله على استعداد أن يغير حكما فرضه علينا نحن إن عجزنا عن تنفيذه؟ مثلا، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لو بدأ المسلمون اليوم بمباشرة نسائهم وهم يعتكفون في المساجد، هل سيتوب الله عليهم ويطمئنهم أن الآن باشرهن؟ هل سيبعث الله جبريل بآية جديدة من أجلنا كما فعل مع الذين من قبلنا؟ لو الإجابة لا، وهي حتما ستكون لا، إذن لماذا غير الله حكمه من أجل الذين من قبلنا بينما لن يغيره من أجلنا؟ هل الموضوع متعلق بكون الرسول حي؟ هل القرآن قابل للتغيير والتعديل أثناء حياة محمد فقط ثم بعدها يصبح محفوظا وغير قابل للتغيير؟ هناك العديد من الآيات التي نعجز عن تطبيقها والتي عجز العديد من المسلمين من قبلنا عن تطبيقها. مثلا، حدي السرقة والزنا لا يطبقان في أيامنا هذه ولم يطبقا على مر العصور إلا نادرا. الزنا في حد ذاته هو أمر يمارسه معظم الناس بما فيهم معظم المسلمين، أي أن معظم المسلمين اليوم يختانون أنفسهم، فلماذا لم يتب الله عليهم ويخفف عنهم ويغير أحكامه
كما غيرها من قبل مع من سبقنا. لماذا لا يبيح الله الزنا أو شرب الخمر أو أكل الخنزير كما أباح مباشرة النساء ليلة الصيام؟ مباشرة النساء ليلة الصيام كانت مجرمة ومحرمة، وكانت تعدي على حدود الله، ولكنها أصبحت حلالا في ليلة واحدة، لا حرمة فيها ولا عيب ولا عارة على من يمارسها. التعليق التاسع: الأكل والشرب ليس الأكل والشرب. الآية تقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لماذا افترض المفسرون أن المقصود بالأكل والشرب في هذه الحالة الطعام والشراب بشكل حرفي وليس بشكل معنوي كما ورد في العديد من الآيات الأخرى؟ فهناك مثلا آيات تتحدث عن أكل الربا وأموال الناس وأموال اليتامى وكذلك أكل التراث أكلا لما. بالتأكيد لفظ الأكل في هذه الآيات لا يشير إلى الأكل المادي كما نعرفه، وإنما يشير إلى استهلاك الموارد وتلقي المعلومات. لنأخذ على ذلك مثال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طبعا التفسير المادي للأكل يصلح في هذه الآية، كأن الذين كفروا يأكلون الطعام مثل الأنعام دون وعي أو مبالاة، ولكن التفسير المعنوي للأكل أيضا يصلح في هذه الآية، كأن الذين كفروا يتلقون المعلومات ويستهلكون الموارد دون أي وعي أو تفكر أو مبالاة. ولكن ما الذي ينقصهم يا ترى؟ ليس كافيا للإنسان أن يتلقى المعلومات أو يستهلك الموارد فحسب دون أدنى وعي أو تفكير، وهذا ما أظنه معنى الشرب. إن كان التعريف المعنوي للأكل هو استهلاك الموارد وتلقي المعلومات، فالتعريف المعنوي للشرب هو دراسة وتحليل هذه الموارد والمعلومات والتحقق منها والتعمق فيها بغرض فهمها فهما دقيقا ومفيدا وعمليا. بإمكان أي إنسان أن يتعلم علما ما، ولكنه لن يبرع فيه أو يفهمه فهما جيدا حتى يتعمق فيه ويدرسه دراسة دقيقة. لنأخذ على ذلك مثال: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. بالتأكيد المقصود بالشرب هنا ليس الشرب المادي، وإنما ترسيخ وتعزيز وفهم ودراسة هذا الدين الجديد الذي اختلقه لهم السامري. وهذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي فسرها الفقهاء بشكل مباشر أنها متعلقة بالشرب المعنوي وليس المادي. المشكلة هي أن كلا التعريفين يصلحان في معظم الآيات التي تذكر الأكل والشرب بما فيها آيات الصيام، فما الذي يجعلهم واثقين أن المقصود في هذه الآية الأكل والشرب المادي وليس المعنوي؟ الإجابة الوحيدة هي التواتر. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ثانيا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنا لا يعجبني هذا التفسير السطحي لهذه الآية. لنذهب إلى المعجم ونختار المعنى الذي يناسب أهواءنا. نعم، الفجر في المعجم هو انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح، ولكن هذا المعنى لا يناسبني. هناك معنى آخر للفجر يشير إلى الوضوح، فطريق فجر يعني طريق واضح. هل يصلح هذا التعريف في آية الصيام يا ترى؟ إذا كان معنى الفجر هو الوضوح، هذا يعني أن الإنسان الصائم مكلف بتحصيل المعلومات والموارد ومن ثم التعمق فيها ودراستها وتحليلها حتى تصبح واضحة وضوح الشمس لا حيرة فيها ولا عيب. لا تتوقف عن البحث والدراسة والاجتهاد والتحليل والتعمق حتى تعرف ما يفيدك وما يضرك، وما الخير وما الشر، وما العدل وما الظلم في كل شأن من شؤون حياتك. أنا لا أقول أن هذا هو التفسير الصحيح، ولكنه يصلح لهذه الآية، هذا عدا عن أنه مدعوم من قبل المعجم والعديد من الآيات الأخرى. التعليق الحادي عشر: الفرق الشاسع بين الاقتراب والتعدي. هذا التعليق يخص الاستخدام اللغوي في الآيات. آيات رمضان تنتهي بقول الله: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه هي الآية الوحيدة التي تأمر الناس بعدم الاقتراب من حدود الله، بينما هناك ثلاثة آيات أخرى استخدم فيها تعبير التعدي على حدود الله وليس الاقتراب. فسألت نفسي: ما الفرق بين التعدي والاقتراب؟ ما أفهمه هو أن التعدي هو تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الله لنا. مثلا إن كان أكل الخنزير حرام فأكله هو تعدي لحدود الله، أما الاقتراب منه ليس تعديا على حدود الله، وإنما الاتجاه نحو هذه الحدود أو ارتكاب ما يشابهها أو يؤدي إليها. مثلا إن كان
أكل الخنزير حرام فبيعه قد يعتبر اقترابا من حدود الله. وبالفعل نجد أن التعدي في المعجم هو تجاوز الحد، بينما الاقتراب هو الدنو من هذا الحد. وكالعادة نجد أن التفاسير تناقض المعجم. التفاسير تقول أن فلا تقربوها تعني لا تجاوزوها ولا تعتدوها، أي أن المفسرين خالفوا المعجم وبدلوا الاقتراب بالتعدي، كأنهم يستخفون بعقول القراء ويستهينون بهم، أو كأنهم تيقنوا أن معظم الناس لن يطلعوا على ترهاتهم. المشكلة في الاستخدام اللغوي هنا أن الاقتراب غير واضح وغير محدد. التعدي ما هو إلا تجاوز الخط الأحمر الذي وضع ويسهل جدا تحديده، ولكن الاقتراب نطاقه واسع جدا ويصعب معرفة مداه وأيضا يصعب تحديده. لنأخذ الزنا كمثال. الآية تقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الاقتراب من الحد ليس كتعديه، الاقتراب من الزنا ليس كاقتراف الزنا. فالمصافحة أو الخلوة أو التقبيل يعتبر اقتراب من حد الزنا، ولكن ليس تعديا على الإطلاق. المشكلة في الاقتراب هو أنه لا يوضح من القريب ومن البعيد، فحتى أبعد إنسان عن الحد قد يكون أقرب إليه ممن هو أبعد منه. مثلا إن كنت تعيش في بلد كل النساء فيها محجبات غير منقبات، فأنت أقرب إلى الزنا من أخيك الذي يعيش في بلد كل النساء فيها منقبات. فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وإن كانت محجبة محرم، لأنه قد يؤدي إلى الفتنة. التعليق 11. الجنة تحت أقدام الأغنياء. هناك 3 آيات في القرآن ذكر فيها الصيام ككفارة عن ذنب أو إثم، فجزاء من قتل مؤمنا خطأ هو إما دفع فدية أو تحرير رقبة، ومن لم يقدر على ذلك فعليه أن يصوم 2 متتابعين. وجزاء اللغو في الأيمان هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يقدر فعليه أن يصوم 3 أيام. وجزاء من يقتل الصيد وهو محرم إما هديا أو إطعام مساكين، ومن لم يقدر على ذلك فعليه عدل ما قتل صياما. في جميع هذه الحالات الكفارة هي دفع دية أو تحرير رقبة أو إطعام مساكين أو كسوتهم، أي مبلغا من المال يذهب إلى الجهة المعنية. ومن لم يمتلك هذا المبلغ من المال فعليه أن يصوم من 3 أيام إلى 2 متتابعين، أي أن الفقير في جميع هذه الحالات وفي أي حالة أخرى تتطلب كفارة سيضطر أن يصوم، بما أنه لا يمتلك ما يكفيه من المال، بينما الغني ما عليه إلا أن يدفع بعضا من المال وإثمه سيكفر عنه. ألا يعني ذلك أن دخول الجنة للأغنياء أيسر مقارنة بالفقراء؟ قد يكون مبلغ دفع الفدية كبيرا بعض الشيء، ولكنه دون شك أقل مشقة وأقل وقت من الصيام. فبدلا من أن تنتظر مرور 2 حتى تكفر عن ذنوبك، ادفع بعض المال الآن وكفر عن ذنوبك فورا. هل ذنوبك تؤرقك؟ هل ضميرك يؤنبك؟ ادفع بعض المال وستمحى كل ذنوبك على الفور. يا ترى هل الفقير ينال ثوابا أكبر لأنه صام 2 مقارنة بمن حرر رقبة؟ بدون شك الفقير الذي يصوم 2 متتابعين يعاني أكثر، ولكن هل ينال على هذه المعاناة ثوابا أكبر من الغني الذي حرر رقبة؟ هل من امتنع عن الطعام والشراب والجماع لمدة 2 أو حتى 10 سنوات خير ممن حرر إنسان من العبودية؟ لا أعتقد أن أي منهم سيحصل على أي ثواب، لأن هذه الأعمال تعتبر كفارة عن الذنوب التي اقترفوها وليست أعمالا تطوعية. وهذا يعني أن جزاء الغني في التراث الإسلامي أهون بكثير من جزاء الفقير، وهذا ظلم بين. بصراحة أنا حاولت أن أجد بديلا للصيام لا يفرق بين الغني والفقير، ولكن هذا مستحيل، لأن الصيام ذكر في العديد من الآيات كبديل لمن لا يستطيع دفع الدية أو تحرير رقبة، وهذا يعني أن دخول الجنة أهون على الغني من الفقير. هناك استثناء واحد لهذه القاعدة ورد في سورة المجادلة، فجزاء من يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أي أنت مثل أمي، هو تحرير رقبة، ومن لم يقدر على ذلك فعليه أن يصوم 2 متتابعين. حتى الآن نفس النمط، الدفع أو الصيام عند عدم المقدرة، ولكن من لا يستطيع أن يصوم 2 متتابعين فعليه أن يطعم 60 مسكينا، أي أن من لا يستطيع أن يدفع بعض المال عليه أن يصوم، ومن لا يستطيع أن يصوم فعليه أن يدفع بعض المال. سنفترض أن تحرير الرقبة
أغلى بكثير من إطعام 60 مسكينا. هذا يعني أن المسلم متوسط الدخل الذي لا يستطيع أن يحرر رقبة مجبر على الصيام حتى إن كان لديه ما يكفي لإطعام 60 مسكينا. هذه الآية لا زالت تميز أغنى الأغنياء عن غيرهم، لأنهم جميعهم لديهم ما يكفي لتحرير الرقاب، وكل من عداهم مجبرون على الصيام حتى وإن كان لديهم ما يكفي لإطعام 60 مسكينا. أما إن كان أحد هؤلاء لا يقدر على الصيام، حينها عليه أن يطعم 60 مسكينا. ماذا عن المريض الذي لا يمتلك ما يكفي لإطعام 60 مسكينا؟ إن كان مريضا وفقيرا في نفس الوقت فاختياراته معدومة. كيف إذن سيكفر هذا المجرم عن ذنبه الرهيب والذي هو تشبيه زوجته بأمه؟ التعليق 12، إكراه في الدين. هناك العديد من الآيات في القرآن التي تقر مبدأ هام جدا، وهذا المبدأ ساد تدريجيا على مر العصور وأصبح إلى حد كبير حق أساسي من حقوق الإنسان. وهذا المبدأ هو أن الإنسان يجب أن يكون حرا في اختياراته الشخصية، لا يجبره أحد عليها. فإن فقد حريته أو قدرته على الاختيار فليس من العدل أن يحاسب على الأعمال التي لم يختارها لأنه قام بها دون إرادته الحرة. هل الصيام يعتبر إكراها في الدين؟ الإجابة المتوقعة هنا هي أن الصيام لا يعتبر إكراها في الدين لأن الإنسان ليس مجبرا على الصيام. ولكن هل هذا الكلام يطابق الواقع؟ كي نجيب على هذا السؤال ينبغي علينا أن نعرف الإكراه. الإكراه هو إجبار وإرغام إنسان على القيام بأمر ما دون إرادته أو رغبته. الإنسان المجبر إما أنه لا يختار على الإطلاق أو أنه يختار تحت ضغط الإكراه. فهل الاختيار الذي يتم تحت ضغط الإكراه والوعيد يعتبر اختيارا حرا يحاسب عليه الإنسان؟ هل الإنسان الذي يهدد يعتبر حرا في اختياراته؟ لنأخذ على ذلك بعض الأمثلة. العبد مثلا طبعا له الحرية في عصيان أمر سيده وقت ما شاء، ولكن تبعات هذا العصيان الضرب أو الجلد أو الإهانة وربما القتل. فهل هذا العبد يعتبر حرا في هذا الشأن وهناك دون شك من سيعذبه على عصيانه الأمر؟ لنفترض أن هناك أرملة عندها 3 أطفال وهي تعمل بمرتب متواضع يكاد يكفيها هي وأبنائها. هذه الأرملة طبعا لها الحرية في عصيان أمر مديرها وقت ما شاءت، ولكن تبعات هذا العصيان قد تكون خصم جزء من المرتب أو الطرد. فهل هذه الأرملة حرة في هذا الشأن خصوصا إن كانت تعتمد على مرتبها كل الاعتماد؟ في كلتا الحالتين الحرية لا زالت موجودة، ولكن العواقب تنقص من هذه الحرية. لنفترض أنك تعمل كاشير في سوبر ماركت وهاجمك رجل ملثم بسلاح وهو يأمرك أن تعطيه المال الذي في الخزانة. طبعا لديك الحرية في رفض تنفيذ أمره مع العلم أن هذا سيتسبب في إصابتك أو موتك، ولكن إن قررت أن تعطيه المال الذي في الخزانة والذي هو ملك لصاحب السوبر ماركت وليس مالك، هل نستطيع أن نحاسبك على قرارك هذا؟ هل من العدل أن نسجنك لأنك تعاونت مع المجرم وسلمته المال؟ أنت لست أنت وأنت خائف وهلع، أنت لا تفكر بصفاء وأنت تحت ضغط التهديد، ولذلك ليس من حقنا أن نلومك على هذا الاختيار لأنه لم يكن اختيارا سليما مبنيا على رشد ووعي وصفاء ذهن. وهل يا ترى كنت ستعطيه المال إن لم يكن معه سلاح، أم أن هذا السلاح هو الذي دفعك إلى الاستسلام لأمر هذا الرجل؟ الإنسان المجبر لا يختار كما يختار غير المجبر. نفس هذا المنطق ينطبق على الصيام، فبدون شك المسلم مهدد بعذاب النار إن عصى أمر الله. فالإنسان الذي يختار أن لا يصوم مهدد بغضب الله وبحريقه. هناك حديث صححه الألباني يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. من برأيكم يستحق مثل هذا العذاب الرهيب؟ ربما المستعبد أو القاتل أو المغتصب أو الطاغية المستبد. بما أن هذه الحلقة عن الصيام فالإجابة واضحة.
قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الغريب أنه لا يوجد ولا حتى حديث واحد يصف عذاب المغتصب أو المستعبد أو المتحرش بالأطفال أو المعذب، ولكن هناك حديث يصف بدقة متناهية العذاب الشديد والمروع الذي سيناله المسلم الذي قرر أن يصوم ثم أفطر قبل المغرب. وكي تدركوا مدى بشاعة هذا الحديث، هل لاحظتم من هي هذه الفئة المعلقة؟ هل تدركون أن هؤلاء المعلقين من عراقيبهم والمشققة أجداقهم التي تسيل منها الدماء هم مسلمون؟ فالإنسان الوحيد الذي يستطيع أن يفطر قبل المغرب هو المسلم الصائم. وبوضع هذا الحديث في الاعتبار، هل تعتقد أن لديك الحرية في الإفطار قبل المغرب؟ طبعا لديك الحرية في الإفطار قبل المغرب، مع العلم أن هذا سيتسبب في تعليقك من عراقيبك وتشقق أجداقك، ولكن هل هذه تعتبر حرية فعلا أم إكراها؟ سأترك الجواب لكم، لأن هذا الموضوع قد يستغرق ساعات وساعات. أنا لا مانع عندي في الردع والترهيب عندما يتعلق الأمر بحفظ حقوق الغير وفي بعض الأحيان حقوق النفس، فالحفاظ على النظام والعدالة والحضارة يتطلب إجراءات قاسية وشديدة. إن كان الله يرى أن ترهيب الناس بحريقه المؤبد هو أفضل وسيلة لحثهم على اتباع الحق، أنا سأتقبل هذا الموضوع رغم اعتراضي، فأنا لا حيلة لي أمام قوة الخالق. ولكن المشكلة هنا ليست مشكلة إكراه، وإنما مشكلة تناقض. فكيف يقر الله أن لا إكراه في الدين ثم يهدد كل من يعصي أوامره؟ هذا بالنسبة لي يعتبر تناقضا رهيبا، يشير إلى أن هناك خلل وتنافر بين العديد من المعتقدات التي يؤمن بها المسلمون وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى. فكل من يؤمن بعذاب النار ويصدق أن الله سيحرقه إن عصى أي من أوامره، فهو دون شك سيختار أن يطيع أوامر الله كي يتجنب الحريق. ولكن هل هذا الاختيار يعتبر اختيارا حرا أم اختيارا تحت ضغط السلاح؟ فالإنسان الذي يؤمن بوجود حريق مؤبد ثم لا يحاول أقصى جهده أن يتجنبه، فهو بدون شك ليس بكامل قواه العقلية ولا يدرك إدراكا تاما تبعات اختياراته. أما بالنسبة لمن لا يؤمن بعذاب النار ولا يصدق أن الخالق سيعذبه إلى الأبد، فهذا الإنسان ليس مجبرا ولكنه ناقص علم ومعرفة. ومن هنا نأتي لمعيار آخر متعلق بالحرية والاختيار، ألا وهو العلم والمعرفة. لنفترض أن مدرس وضع لافتة على باب الفصل مكتوب عليها أن الامتحان النهائي تم تبكيره أسبوعين. بعض التلاميذ رأوا هذه اللافتة ثم قرروا أن يمزقوها كنوع من المزاح. عندما جاء موعد الامتحان، بعض التلاميذ فوجئوا ولم يكونوا مستعدين، فهم لم يروا اللافتة قبل أن تمزق. هؤلاء التلاميذ كانت لديهم الحرية في المذاكرة أو عدم المذاكرة طوال السنة، ولن نختلف أن التلميذ الذي أجل المذاكرة حتى آخر السنة متكاسل أو مهمل مقارنة بمن كان يذاكر طوال السنة. ولكن هل نستطيع أن نلوم هؤلاء التلاميذ على عدم دراستهم رغم أنهم لم يكونوا على علم موعد الامتحان؟ هل نستطيع أن ننعتهم بالغباء والجهل والتخلف دون إعطائهم فرصة عادلة للمذاكرة؟ إن كان لديهم هذا العلم، فهم بدون شك كانوا سيذاكرون قبل الامتحان ولو ببضعة ساعات، وهذا أفضل لهم بكثير من عدم المذاكرة على الإطلاق، أليس كذلك؟ في هذه الحالة لا يوجد إكراه، ولكن يوجد نقص في العلم والمعرفة، والنقص في العلم والمعرفة يؤثر على القرار الذي سيتخذه الإنسان. فهل الإنسان الذي لا يعرف كل التفاصيل المتعلقة به وبمصيره يعتبر حرا في اختياراته؟ طبعا هو ليس مجبرا، ولكنه ليس حرا. قلة المعرفة تنقص من الحرية. فالإنسان الجاهل الذي لا يدرك ما يفعل ولا تبعات ما يفعل لا يمكننا أن نحاسبه على اختياره السيء، لأنه لم تكن لديه معرفة كاملة بهذا الاختيار وتبعاته. وهذا ينطبق على كل إنسان لم تصله رسالة الله الصحيحة أو وصلته مشوهة. فكل من لا يعلم أو لم يقتنع أن الصيام من عند الله وأن عدم الصيام يترتب عليه عقاب ليس حرا في اختياره ألا يصوم. فإن أدرك تبعات أعماله وآمن دون شك أنه سيعذب في حريق مؤبد إن لم يصم، هل ستعتبر هذا الإنسان عاقلا إن رفض أن يصوم؟ إذا كان الإكراه في الدين غير مباح، فما هو المباح؟ ما هو عكس الإكراه؟ الاختيار عن رغبة وطواعية وحرية. إذا كنت تصوم خوفا من النار، فأنت لا تصوم حبا في الصيام، وإنما رعبا وخوفا من عذاب الله.
إذا كنت تصوم خوفا من النار فأنت لا تختار عن رغبة وإنما من أجل النجاة. طالما هناك تهديد بالعذاب فليس هناك حرية. مرة أخرى، المشكلة ليست في الترهيب والردع والتهديد وإنما في التناقض. كيف يقول الله لا إكراه في الدين وهو يرهب ويهدد الناس؟ هل المقصود أن الإنسان لا يمكنه أن يكره أخيه الإنسان بينما الله يكره ويرهب ويهدد كما يشاء؟ أعلم أعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله يفعل ما يشاء. هذه إجابات من يحاول التهرب من الإجابات، وبصراحة أنا لا ألوم من يلجأ لمثل هذه التبريرات، لأنه لا توجد تبريرات ولا إجابات لهذه الأسئلة، ومهما بحثت في كتب التراث فلن تجد لها أدنى ذكر. وللأسف لا يمكنك أن تسأل الله لأنه لن يجيبك كما أجاب إبراهيم، وللأسف لا يمكنك أن تسأل محمد ولا أصحابه لأنهم قد ماتوا، ولكن لحسن الحظ يمكنك أن تسأل الفقهاء. أي فقهاء؟ أي فقهاء تختارهم؟ اطلع على العديد من الفتاوى والتفاسير واختر منها ما يناسبك. فكما رأينا في هذا الفيديو، كل آية وكل تفسير وحتى كل كلمة في المعجم لها أكثر من معنى واحد وأكثر من تفسير، وهذه خطة ممنهجة دأب عليها رجال الدين على مر العصور كي يوقعوا أتباعهم في شباك ومتاهات الحيرة والجهل وانعدام الفهم، مما يرسخ التبعية العمياء في عقولهم ويجعلهم أكثر خنوعا وخضوعا. وهذه ليست صفات الإنسان الحر المستقل، وإنما صفات التابع الأعمى أو المكره مسلوب الإرادة. أنا أعلم أن هذا الفيديو طويل، ولكن الرد على آلاف الصفحات من التفاسير والفتاوى يحتاج إلى آلاف الساعات من الدراسة والتحليل. بالعكس، هذا الفيديو بما فيه من جدالات وتعليقات يعتبر ملخصا ولا يعطي لكل مصطلح أو تفسير حقه المطلوب في الشرح والتحليل. المسلم العادي لا يعرف عن دينه سوى ما تعلمه عن آبائه وأجداده، والذي يعتبر مجرد فهم سطحي ومحدود ككوب واحد فقط من الماء في محيط التفاسير والأحاديث والفتاوى. فمن النادر أن تجد مسلماً درس هذه التفاسير والجدالات بنفسه عن رغبة في الاطلاع والفهم. هذا لأن التفاسير معقدة ومحيرة عن عمد كي تشعر القارئ بالغباء والجهل وقلة الفهم، مما يجعله يلجأ للفقهاء. ومن استطاع بمعجزة الصمود أمام هذه الطلاسم والمتاهات فسيصل في النهاية إلى نفس الطريق المسدود اختلف عليه الفقهاء. أنا لا أقول لأي إنسان ألا يصوم، وإنما أقول لا تصم بعمى. إذا وجدت أن الصيام كما تعرفه يفيدك بدنيا أو نفسيا أو روحيا أو دينيا فبكل بساطة صم. لا تصم لمجرد أن أباك صام، وإنما لأنك درست وتحققت وتعمقت. لا تصم لمجرد أن من حولك يصومون، وإنما لأنك أنت ترغب في الصيام. لا تصم لأن الفقهاء أمروك بذلك، وإنما لأنك مقتنع كل الاقتناع أن ما يقولونه صحيح. لو كان لديك أدنى شك فيما يقولون فلا مانع أبدا من التحقق من هذا الشك، إما لنفيه أو تأكيده. فهذا التحقق إما أنه سيؤيد مزاعمهم أو سيدحضها، وفي كلتا الحالتين لن تخسر أي شيء عدا بعض الوقت، بينما ستزداد معرفة وعلما وفهما ووعيا. بدلا من أن تحرم نفسك من الطعام، أطعم من هو محروم من الطعام. وإن شعرت أن الله سيحرقك في نار جهنم لأنك اخترت أن تطعم غيرك بدلا من أن تصوم، فقم بهما معا في نفس الوقت، صم وأطعم محروم. بدلا من أن تصوم فقط عن الطعام والشراب والجماع، صم عن الشر والأذى والأنانية والظلم. ساعد من يحتاج إليك إن استطعت، سواء صمت أم لم تصم، سواء في رمضان أو في غير رمضان. افعل الخير وازرع الحب وانشر المودة كل أيام السنة وليس فقط أياما معدودات. لا تقم بأي عمل دون فهم ووعي وإدراك بما تفعله وبتبعات ما تفعله. ولا تسمح لأي إنسان أيا كان أن يشل عقلك ويسلبك إرادتك ويستحوذ على حريتك الفكرية.